ونبدأ معاكم أول سؤال من السيدة أم محمد. السيدة أم محمد اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك يا استاذ الشيخ؟ فضل ونعم الحمد لله. ربنا يديك الصحة يا رب، كل سنة وأنت طيب. وحضرتك طيبة يا أستاذ محمد، اتفضلي. والله يا فضيلة الشيخ أنا بقالي كده أكتر من 5 شهور في مشاكل أنا وجوزي. مش قادرة إن أنا أراضيه ولا أصالحه، مع إني أنا من البداية أنا ما غلطتش أصلا، الغلط من البداية منه هو. طب سؤالي بس، انتوا متجوزين من امتى؟ انا متجوزه دلوقتي بقالي حوالي 6 سنين، انفصلنا عن بعضنا سنه وبعدين رجعنا لبعضنا تاني. يعني بقالكم سنه؟ بقالنا دلوقتي بعد ما بقالي شهر. طيب يا ستي، طيب انتوا من 5 شهور متجوزين؟ من 5 شهور؟ لا بقالنا كده سنه. قصدي بقالكم مقاطعين بعض من 5 شهور، يعني نفس الوقت ما قعدتوش مع بعض؟ لا احنا بقالنا 5 شهور مختلفين مع بعضينا بسبب اللي هو اتجوز وانا بطلع منه وخب علي. يعني ساعتها انا ما عرفت اللي هو كم اللي هو اتجوز بعد ما طلعني، المشاكل بقى عماله تزيد لدرجه اللي احنا لازما كل واحد يروح لحاله. بس مش عارفه اللي انا ممكن استحمل تاني بعد 5 شهور دولت ولا فعلا اتطلق. طب ايه المشاكل التانيه غير انه اتجوز عليك؟ المشاكل اللي هو مالي علاقته معايا جافه، علاقته مع الست اللي هو متجوزها دي غيري، علاقه بص حضرتك يعني كل التزامات الزوج للزوجه موجوده معاها هي، لكن انا لا. طب حضرتك اسالك سؤال لطيف. انت شايفه ان السبب ان هو بيعملها معامله حسنه ده لان هو اللي عنده مشكله ولا حد تاني اللي عنده مشكله؟ هي المشكله طبعا مش عارفه فيه انا، بس طبعا انا غيرانه. طيب انا غيرانه طيب. ان هو بيعملها كويس وبيعملني انا وحش من البدايه. طيب اهمال بالنسبه لي انا. خليني اقول لحضرتك حاجه اولا، وانت معايا على الهواء، انتوا لازم تقودي على مركز الارشاد الزواجي ونتكلم مع بعض، لان المسائل اللي زي دي ما ينفعش اكلم فيها طرف واحد، لان انا لو كلمت طرف واحد زي بالظبط انا طلبت ان انا امسك حاجه بين ناحيه واحده هتفضل الحاجه دي مايله وهتفضل واقعه. لازم احنا الاثنين نكون موجودين ونتكلم مع بعض، عن لان هو اكيد هو عنده بعض الملحوظات اللي هو هيحتاج ان هي تتعدل في حضرتك. بس خليني اقول لك، مع انتظار ان حضرتكم تشرفونا في مركز الارشاد الزواجي، خليني اقول لحضرتك يبدو ان حضرتك بس محتاجه لغايه ما نتقابل ان انت تغيري شويه نغمه النقد ونغمه اللوم اللي عند حضرتك ليه لغايه ما نتقابل مع بعض. ليه؟ طيب لان نغمه اللوم والانتقاد دي هي بتخلي الإنسان وخاصة في مستوى معين من الحياة بيتسد نفسه. فهو أنا مش بقول لحضرتك إن أنت وأنت بتعملي ده مشاعرك غير مقدرة، بل مشاعرك مقدرة، وإن أنت غيرتي مفاهمين إن حضرتك غيرتي. بس حضرتك بتسأليني دلوقتي إزاي أصلح اللي بيني وبين زوجي، مش بتسأليني دلوقتي هو اللي عمله ده صح ولا غلط. اللي عمله ده صح ولا غلط برضو هنسأل هو عمله ليه، عشان بس نقدر نقول ده صح ولا غلط. الخلاصة ان انت حاولي تبطلي نقد ولوم ليه، وحاولي تقعدي معاه وتتكلموا كلام بسيط، كلام سهل، كلام بتتكلموا فيه عن حياتكم اللي جاية. لما يكتر الكلام ده ويبطل اللوم هو يبتدي يخرج منك احلى ما فيكي، ويبتدي هو يشوفك بعين تاني. واضحة يا محمد؟ نعم.